الدور العامة هي العامة اللي اتجوزت جوازات كتير والجوازات دي معمرتش، فكونت العامة اللي هي اسمها ماجدة يعني نظريات مختلفة عن تديها للمتعسرين في الحب. هو ده دوري في الفيلم، هو فيلم كوميدي دمه خفيف، كوميدي خفيف يعني مش كوميدي اللي هو قوي، والناس محتاجة اللون ده من الأفلام. وزي ما حضرتك عارفة إن الموضة بتاعت الفيلم الكوميدي يعني السينما موضات، لكن موضة الفيلم الكوميدي عمرها ما بتنتهي من السينما العربية. حد خد رأيك بقى بعد كده في علاقة حب بعد الفيلم؟ أيوة خدوا رأي كتير، يعني اللي شافوا الفيلم بيقابلوني بيقولوا لي احنا متعسرين في الحب، فياريت تساعدينا نقدر نعمل ايه وما نقدرش نعمل ايه. على فكرة شباب ستة بنات وشباب ولاد، فظاهر ان افتكروني انا بقى خبيرة يعني صدقوا الفيلم اللي انا عاملاه. نتكلم بقى على كواليس العمل مع المخرج أكرم فريد وحورية فرغلي وحسن الرداد. مش أول مرة كنت أشتغل مع الأستاذ أكرم فريد، طبعا عملت معاه عائلة ميكي. الدور مختلف تماما عن دور العمة هنا في الفيلم. أنا استمتعت للمرة الثانية مع الأستاذ أكرم فريد لأنه هو له حس كوميدي عالي جدا، وله حس كمان في الدراما والأحاسيس والمشاعر والحاجات دي. طبعا دوري مختلف عن عائلة ميكي، وكواليس العمل كان دمها خفيف، وكان في اندماج خاص بيني وبين حورية فرغلي وحسن الرداد، وكانت ذكريات حلوة، والحب اللي كان بيننا باين على الشاشة الناس حاسة. بنشكر الفنانة اللي بلبة معنا في بوابة أخبار اليوم، وأنا بشكركم وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يوفقني في الأفلام اللي جاية بإذن الله.